نشرة الأخبار. مستمعينا الكرام، أسعد الله صباحكم بكل خير. في نشرتنا: تونس الأولى في المسابقة الأوروبية الدولية لزيت الزيتون. في النشرة نستعرض تجربة الفلاح الهادي بن عمر من جابس في مجال المحافظة على البذور التونسية الأصيلة وتكاثرها. مفتي الجمهورية التونسية يؤكد أن الأضحية شعيرة دينية ثابتة وتجب على كل من تمكن من توفير ضروريات الحياة طيلة السنة. الجمعية العامة للأمم المتحدة تصوت اليوم من جديد على مشروع قرار لمنح العضوية الكاملة لدولة فلسطين، وتعثر مفاوضات القاهرة بشأن التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى. فازت تونس بالمرتبة الأولى في المسابقة الأوروبية الدولية لزيت الزيتون نسخة 2024، وتحصلت على 32 ميدالية من بينها 26 ذهبية في مجال الجودة. وقد انتظمت هذه المسابقة بمدينة جنيف السويسرية بمشاركة 14 بلدا. وتتواصل مبادرة عدد من الفلاحين التونسيين الهادفة إلى المحافظة على البذور التونسية الأصيلة وتكاثرها، وهي بذور يقر الخبراء بقدرتها على التأقلم مع المناخ التونسي وحفاظها على الثروة المائية مقارنة بتلك الهجينة. الهادي بن عمر أصيل غنوش من ولاية جابس هو أحد الفلاحين الذين لهم تجربة متميزة في المراهنة على البذور التونسية الأصيلة. سميرة الساعي والتقرير التالي. الهادي بن عمر عباس فلاح من غنوش، عندي توا 42 عام، فلاح متعدد الاختصاصات، نخدم جميع انواع الورقيات، جميع انواع القرعيات، جميع انواع الخضروات، وعندي خبرتي كيفاش ننتج البذور الاصيله من اولها وكيفاش نختار الحد منها ونخرج للمعارض، وهذيك خدمتي يعني. وكما هو خبير في اكثار البذور الاصيله، فان للفلاح الهادي بن عمر خبره سنوات في استصلاح الاراضي. الصبغه غير صالحة للمرعى، كيما نقولوا بحكم الزحف العمراني في البلاد ما عندناش أراضي، وناخذ منتجاتنا الأرض هذه حضرناها وبدنا نستصلحوا فيها، ناخذوا شوي من الأرض هذه مع شوية رملة مع الغبار مع شوية ريح توصل تنتج بامتياز. الأرض الخصبة في 4-5 سنين طبعا، بينما الأرض هذه عندنا توا 30 عام نخدموا فيها، قاعدة تعطي في الروند مول القديم اللي بدنا فيه من الأول. الفلاح الهادي بن عمر اختار وضع خبرته هذه المرة في تجربة زراعة القمح الأصيل سعيا لتحقيق السيادة الغذائية وفق ما يقول. حبيت السمير باش نعملوا تجربة على القمح والشعير باش نشجعوا العباد على السيادة الغذائية وعلى الاكتفاء الذاتي بالقمح البسكري هذايا، وقلنا نجربوه في الصبخة، قال النتيجة متاعة ما شاء الله، الطول تواك يمشي حوالي 2 متر، الطول متاع الصنبلة متاعة وصلت فات حتى 10 سنتي، تو مازال في طور النمو لحد الآن، يسمى تجربة إيجابية. ويوثق الفلاح الهادي بن عمر تجربته في زراعة القمح الأصيل منذ بدئها على أمل عرض نتائجها كاملة إبان الحصاد المتوقع في جوان أو جويلية القادمين. ونبقى في الشأن الفلاحي، حيث نجح الباحث الشاب محمد مكي معالج في تطوير منظومة عبر الذكاء الاصطناعي تساعد الفلاحين على حسن إدارة أنظمة الري الخاصة بهم بنجاعة أكبر. وأوضح في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أنه بإمكان الفلاح بفضل هذه المنظومة خفض استهلاك مياه الري بنسبة 35% وكلفة فاتورة الكهرباء بنسبة 20% مع زيادة الإنتاج بنسبة 15%. أكد سماحة مفتي الجمهورية التونسية هشام بن محمود أن الأضحية شعيرة دينية ثابتة لا يمكن المساس بها ولا التشكيك فيها ولا إلغاء. وأضاف في كلمة تم بثها أمس على القناة الوطنية الأولى أن الشخص الذي تجب عليه الأضحية هو من تمكن من توفير ضروريات الحياة طيلة سنة.
الإضحى هي قضية متعلقة بشعيرة من شعائر الإسلام الثابتة ومن السنن المؤكدة التي لا يمكن أساسا من حيث المبدأ المساس بها ولا التشكيك فيها ولا إلغاؤها. قال الإمام مالك إنها سنة مؤكدة لأن النبي صلى الله عليه وسلم التزم بها في حياته، فالأمة مطالبة بها. لكن وجدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما ضحى ضحى بكبشين أملحين، واحد لنفسه ولأهله وواحد لهذه الأمة. إذا نحن الأمة الإسلامية ما بقي إنسان في الكون يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، فقد تولى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الأمر في حياته المباركة. بقي أيضا الحياة الاجتماعية والحياة التي يعيشها العالم اليوم ونعيشها في بلادنا تقتضي ألا يرهق الإنسان نفسه، ولذلك عندنا في المذهب المالكي أن الإنسان الذي يضحي يجب أن يكون قد توفر له طيلة السنة ضروريات الحياة، الصحة والتعليم للأبناء والتغذية واللباس وتدارك ما قد يأتي لقدر الله من مفاجآت في الحياة. ولذلك الإنسان إذا توفرت له كل هذه العوامل وكان آمنا على نفسه وأهله وأبنائه فأصبحت سنة مؤكدة أن يضحي، هي مرتبطة بالاستطاعة لأن هذا الدين جاء لليسر ولم يأتي للعسر. في بقية أخبارنا الوطنية، أعلنت وزارة التربية أنها بصدد بلورة تصور جديد لمعالجة ملف نواب المرحلة الإعدادية والتعليم الثانوي يضمن مبدأ الشفافية والإنصاف لكافة المعنيين بالأمر. وأكدت الوزارة إعداد منظومة إعلامية مطورة وموحدة تضم جميع النواب الذين قاموا بسد شغورات خلال الفترة الممتدة من 14 من سبتمبر 2008 إلى 30 من جوان 2023 مع اعتماد معايير موضوعية تضمن تكافؤ الفرص لجميع النواب. في لقاء جمعه أمس بوفد عن النقابة الوطنية لصحفيين تونسيين، أكد وزير الداخلية كمال لفقي التزام الوزارة بضمان حماية الصحفيين أثناء عملهم الميدانية وتسهيل مهامهم في الحصول على المعلومة طبقا لمقتضيات القوانين والتراتيب الجاري بها العمل، مع ضرورة احترام أخلاقية المهنة الصحفية وخصوصية العمل الأمنية. وتم خلال اللقاء التأكيد على تعجيل النظر في مختلف الوضعيات الخصوصية للصحفيين على غرار تسهيل استخراج وثائقهم الإدارية في إطار القانون. أكدت وزارة الشباب والرياضة أن العقوبات التي سلطتها الوكالة العالمية لمكافحة تعاطي المنشطات على تونس سترفع قريبا، وذلك في أجل أقصاه 15 يوما. وأشارت إلى أن تونس كانت قد أوفت بالتزاماتها واستجابت لجميع توصيات الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات. نشرة الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tn. في تطورات الوضع في الأراضي الفلسطينية، تعثرت أمس من جديد محادثات التهدئة الجارية في القاهرة، وغادر وفد حماس وإسرائيل العاصمة المصرية وسط استمرار الخلافات حول وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى وفق ما ذكرته مصادر متطابقة. يأتي ذلك فيما رفض رئيس الوزراء الصهيوني تهديد الرئيس الأمريكي جو بايدن بحجب أسلحة عن إسرائيل على خلفية مهاجمتها رفح. ياسين الفغالي ومزيد من التفاصيل. انتقد رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو اليوم الرئيس الأمريكي جو بايدن بسبب وقف إدارته إرسال شحنة أسلحة إلى إسرائيل على خلفية عملياتها العسكرية في رفح، في حين قالت واشنطن إنها اقترحت على تل أبيب بدائل لاجتياح المدينة. وفي مقابلة تلفزيونية اعتبر نتنياهو أن بايدن ارتكب خطأ بوقف إمدادات الأسلحة إلى إسرائيل، معبرا في الوقت نفسه عن أمله في أن يتمكن الطرفان من تجاوز خلافاتهما بشأن الحرب على القطاع. وأقر نتنياهو خلال المقابلة بخسارة مئات الجنود في القطاع المحاصر، زاعما أن قواته دمرت 20 من بين 24 كتيبة لحركة حماس، مؤكدا أنه يتعين هزيمة الحركة في رفح وفق تعبيره. في المقابل اعتبرت إدارة بايدن أنها لا يمكنها تأييد غزو كبير لرفح في غياب ما وصفتها بخطة ذات مصداقية لحماية المدنيين. هذا وبدأ جيش الاحتلال هجوما على المناطق الشرقية في رفح يوم
الاثنين الماضي رغم إعلان حماس موافقتها على مقترح الوسطاء لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى. وفي اليوم 17 بعد 200 للعدوان الصهيوني على غزة، قصف جيش الاحتلال برا وجوا وبحرا عدة مناطق في القطاع، خاصة شرقي رفح وحي الزيتون والصبرة جنوب شرقي مدينة غزة، وتعمد نسف مباني ومربعات سكنية بالكامل، مما أدى إلى سقوط شهداء وجرحى. كما خاضت المقاومة الفلسطينية اشتباكات عنيفة مع قوات الاحتلال المتوغلة في القطاع وكبدتها المزيد من الخسائر. وتصوت الجمعية العامة للأمم المتحدة في وقت لاحق اليوم على مشروع قرار جديد يطالب مجلس الأمن الدولي بإعادة النظر في عضوية فلسطين الكاملة بالأمم المتحدة ومنحها حقوقا إضافية. ويوصي مشروع القرار الذي طرحته الإمارات العربية المتحدة مجلس الأمن الدولي بإعادة النظر في عضوية فلسطين بطريقة إيجابية، ويطالب باعتماد بعض الضوابط التي تضمن مشاركة فلسطين في جلسات الجمعية العامة والاجتماعات التي تنظمها هيئة الأمم المتحدة، كما يتضمن أيضا الإشارة إلى حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة. وكانت الولايات المتحدة استخدمت في 18 من أفريل الماضي حق نقض الفيتو ضد مشروع قرار تقدمت به الجزائر في مجلس الأمن يطالب بعضوية فلسطين الكاملة في الأمم المتحدة. وفي تونس، ونصرة للقضية الفلسطينية، ينظم المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية اليوم بقصر المؤتمرات بالعاصمة يوما تضامنيا مع الشعب الفلسطيني في غزة. تشارك فيه قيادات من السلطة الفلسطينية ومن مختلف فصائل المقاومة الفلسطينية، وهي حركة حماس وفتح والجبهة الشعبية والجهاد الإسلامي. كما يعقد المنتدى ملتقا عالميا غدا وبعد غد بمشاركة تونسية وعربية وأوروبية وعالمية قصد مناقشة مستجدات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة. بهذا نصل مستمعينا وإياكم إلى نهاية هذه النشرة، قدمناها إلى حضرتكم من الإذاعة الوطنية التونسية، وهذا تذكير بأبرز عناوينها. تونس الأولى في المسابقة الأوروبية الدولية لزيت الزيتون. وفي النشرة استعرضنا تجربة الفلاح الهادي بن عمر من جابس في مجال المحافظة على البذور التونسية الأصيلة وتكاثرها. مفتي الجمهورية التونسية يؤكد أن الأضحية شعيرة دينية ثابتة وتجب على كل من تمكن من توفير ضروريات الحياة طيلة السنة. الجمعية العامة للأمم المتحدة تصوت اليوم من جديد على مشروع قرار لمنح العضوية الكاملة لدولة فلسطين. وتعثر المفاوضات القاهرة بشأن التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى. شكرا على حسن المتابعة والاهتمام، وإلى اللقاء.